لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، طبتم وطابوا ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أمين. ولازلنا في كتاب الاستغفار من كتاب الذكر. قال الإمام المنذري رحمه الله: وعن بلال ابن يسار ابن زيد قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي وصححه لغيره الشيخ الألباني. ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال فيه: يقولها ثلاثا. وهذه طريقة أخرى أتى بها الإمام المنذري رحمه الله للترغيب في الاستغفار، وذلك ببيان الأثر العظيم له مهما كان ذنب وجرم العبد. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. والزحف القتال، والفرار من الزحف والفرار من الجهاد إذا التقى الصفان كبيرة من الكبائر، بل من السبع الموبقات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. فأي أنواع الاستغفار وأي استغفار هو الذي يحصل به العبد هذه المغفرة؟ تعالوا لننظر في فوائد الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. أستغفر أي أطلب المغفرة، فالسين والتاء إذا دخلت على الفعل تدل على الطلب، فالعبد بذلك يطلب المغفرة من الله سبحانه لما بدر منه من الذنوب، ثم هو يتوسل إلى الله عز وجل بإلهيته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، ووحدانيته وأنه لا شريك له، لا في أسمائه ولا وصفاته ولا في ربوبيته ولا في إلهيته، ثم بقوله الحي القيوم، وهذان اسمان عظيمان لله عز وجل. وذكر بعض أهل العلم أن فيهما الاسم الأعظم أو الاسم الأعظم متضمن لهذين الاسمين مع اسم الله كما سيأتي. ثم هو يتوب إلى الله سبحانه: وأتوب إليه، فجمع بين الاستغفار والتوبة فحصل المغفرة مهما كان الذنب عظيما، لذلك قال: وإن كان فر من الزحف. ورد في رواية صحيحة صحيح الشيخ الألباني أنه يقول ذلك ثلاثا. الحديث يبين سعة رحمة الله وعظيم مغفرته، فما من ذنب إلا وهو قابل للمغفرة والمحو. سعة رحمة الله تعالى وعظيم مغفرته، فما من ذنب إلا وهو قابل للمغفرة والمحو. هل من قال هذه العبارة أو هذا الدعاء، هل كل من قال هذا الدعاء حصل المغفرة؟ الإجابة لا. لماذا؟ قال العلماء: لابد من استشعار معاني هذه الكلمات كي يحصل ثمرتها، يعني المغفرة، لا أن تكون مجرد ألفاظ تجري على اللسان بدون استحضار وفهم. لابد من استشعار معاني هذه الكلمات كي يحصل ثمرتها، لا أن تكون مجرد ألفاظ تجري على اللسان بدون استحضار وفهم، وإلا فحظ العبد من الأذكار والأدعية عموما على قدر إيه؟
على قدر فهمه لمعانيها وحضور قلبه فيها. حظ العبد من الأدعية عموما ومن صيغ الاستغفار التي وردت، حظ العبد منها على قدر تفهمه لمعانيها وحضور قلبه فيها، بمعنى أن كل من قال هذه الأذكار وتلك الأدعية له حظ ونصيب من العطاء والثواب، ولكن الحظ الكامل والثواب الأوفر لمن تفهم معاني الذكر وحضر قلبه فيه. وهذا مثل بعض الأحاديث التي فيها بيان لشيء من الفضائل أو لبعض الفضائل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ماذا؟ إيمانا واحتسابا. ما النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه النتيجة متوقفة على قيد، وهو الإيمان والاحتساب. إن لم يكن إيمانا واحتسابا لن يحصل المغفرة، كمن صام رمضان رياء وسمعة، صام لأنه يعني لديه شيء من الحياء من الناس أو من أهله أن يقولوا مفطر فصام حتى لا يقال عنه ذلك، لكن لم يصمه إيمانا واحتسابا، إذن ليس له حظ ولا نصيب من الإيه؟ من المغفرة. طيب، صام إيمانا واحتسابا لكن الإيمان يزيد وينقص، والاحتساب الذي هو الإخلاص من الإيمان وهو أيضا يزيد وينقص، إذن حظه من نقط، حظه من التكفير والمغفرة على قدر حظه من الإيمان والاحتساب. وانتبهوا لهذه القاعدة المهمة، حظه من الثمرة على قدر حظه من القيد، حظه من الثمرة على قدر حظه من القيد الذي قيد به الشرع تحصيل الثمرة. فمع ضعف الإيمان والاحتساب تكون الثمرة ضعيفة، مع قوة الإيمان والاحتساب تكون الثمرة قوية. لذلك ربما نأتي قبل رمضان ونتكلم عن الإيمان وكيف يزيد في القلوب، عن الإخلاص ومراتب المخلصين، ما علاقة ذلك برمضان؟ لأن الصيام إن لم يبنى على هذا كانت ثمرته إيه؟ ضعيفة. في بعض السنوات تكلمنا عن أسماء الله الحسنى، لماذا؟ لأنها من أعظم ما يفجر الإيمان ويزيده في القلب. الأعمال القلبية إنما هي ثمرة ونتيجة للتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. انظر مثلا للرجل الذي يقوم من الليل يدع شهوته لأجل الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله عز وجل الملائكة: ما حمل عبدي على ما صنع؟ ماذا تقول الملائكة؟ تقول: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. الرجاء عبادة، ماذا؟ عبادة قلبية. ما الذي جعل الرجاء لما عند الله في قلب هذا العبد؟ المعرفة بالله بأسماء وصفاته. لذلك في دورتنا، دورة التزكية، وأظن يعني بلغكم خبرها، بدأنا أول محاور هذه الدورة بالتعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات، ثم المحور الثاني الاعتناء بالقلب ومدارسة الأعمال القلبية وأمراض وآفات القلوب، ثم المحور الثالث مدارسة فضائل الأعمال حتى تحصل العبادة بحب، ثم لنكسر حجب، لنزيل حجب الغفلة التي على القلوب، بدأنا نستذكر شيئا من معاني الإيمان باليوم الآخر، ثم نذكر شيئا من الأمثلة التي وردت عن الأسلاف وقبلهم الأنبياء في الاجتهاد في التعبد لتنشطنا لسلوك ذلك الطريق. لكن على كل، بدأنا بالتعرف، فإنهم عرفوا الله فإيه؟ فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر حديث معاذ. لذلك ذكر العلماء أنه على قدر تعرف الإنسان على الله يكون تقربه إلى الله، على قدر التعرف يكون التقرب وإحسان التقرب، ضعف التعرف يضعف التقرب، وهكذا. نلحظ في الحديث الذي ذكرته آنفا أن الملائكة تقول: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. هذا العمل القلبي. لذلك نقول على قدر حظ العبد من الإيمان
أو قل من المعرفة يكون حظه من الأعمال القلبية، يكون حضوره في العمل يكون حظه من المغفرة. وهنا نفس الأمر في هذه الأدعية والأذكار. إنسان يقول مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة، ما ثوابها؟ غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ليس كل من قال ذلك حصل على ثمرة واحدة، وإنما يتفاوت المكلفون في ذلك بحسب تفاوتهم في فهم معاني هذه الكلمات وحضور القلب معها. ولذلك الأجر يتفاوت بين هذا وذاك بحسب ما ذكرنا. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الذكر فيه توسل إلى الله بإلهيته وأنه وحده لا إله إلا هو، لا يستحق غيره شيئا من العبادة، ومنها من العبادة طلب العفو والمغفرة منه سبحانه. قولنا هنا في هذا الذكر الحي، ما معنى الحي؟ له كمال الحياة، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. اللي هي أوصف حياة مين؟ المخلوق، سبقت بعدم ويلحقها. أما حياة الله الخالق لم تسبق بعدم ولا يلحقها إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريها ضعف ولا مرض ولا شيء من النقص، ولا شيء من النقص. الحي القيوم، قائم بنفسه مقيم لغيره، لا قيام لأحد من الخلق إلا به سبحانه وتعالى، في أمر الدين وفي أمر الدنيا. يعني لولا الله ما اهتدينا سبحانه وتعالى، ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله ما كان في قلوبنا شيء من حب الخير وحب الطاعة والحرص عليها، لولا الله ما أتينا هذه الليلة ولا جلسنا واستمعنا، لولا الله ما ينفع هذا الكلام إلا إذا أوصله الله إلى القلب وخلق في قلبك إرادة الامتثال والرغبة في العمل، لولا الله ما تعمل بهذا الكلام إلا إذا أعانك سبحانه ثم هو يثيبك على هذا كله. كذلك أمور الدنيا، هذا القلب الذي يضخ الدم، وهذا الدم الذي يجري في الشرايين، وهذا العقل الذي يفكر، وهذا المخ الذي فيه مراكز القوى في جسم الإنسان، مركز الإبصار والسمع إلى غيره، وهذه هاتان الرئتان وعملية التنفس والمعدة والهضم والأمعاء والامتصاص والكليتان، ويعني تنقية الجسم من السموم والكبد، كل هذه الأعضاء من يقوم عليها؟ لا تقل لي أنت. طب وأنت نائم وأنت في إغماء، أغمي على الإنسان وحمل إلى غرفة العناية، من يقيم هذه الأعضاء ويتكفل بإدارتها وعملها؟ هو الله سبحانه. مركز في المخ على قدر رأس الدبوس، لو حصل فيه تجلط الدم يصاب الإنسان بعمى أو بصمم أو ببكم حسب يعني أي هذه المراكز في مخ الإنسان، مثل رأس الدبوس. تخيل، من يقوم على هذه الأجهزة وعلى هذا الجسم؟ وليس جسمك فقط، شوف أنت جسمك، لو فرضنا عن نقول أن بعض المصانع تقوم على إدارة جسم الإنسان، شوف بس غرفة العناية المركزة لو حصل انقطاع للتيار الكهربائي، الأكسجين خلص، إنسان واحد أو عدد من الناس في بعض المستشفيات، مجهود جبار حتى تحفظ حياة هؤلاء بإذن الله من أن تصاب بأذى أو بضرر، صحيح؟ طب كم من الناس، كم من البشر يقوم يعني تقوم حياتهم بإذن الله؟ أقواتهم، لو أنك كلفت بتوزيع أقوات وأرزاق ورواتب عمال في شركة 50,000 عامل، هل تستطيع؟ تخيل. وهذا أمور محسوسة مادية، كل إنسان يأخذ راتبا أو مكافأة أو وجبة إفطار أو غداء أو نحو ذلك، تجهيز هذا مجهود مهول جبار. أنت ما كلفت بتجهيز أو بإعداد أمر التنفس ولا الهضم ولا كذا، لا، هذا ليس لك. تخيل معي من يدبر الكون كله، من كم أنفق الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، هذه الشمس وهذه البحار وتلك الأنهار، من يقوم بذلك؟ القيوم سبحانه. استشعر هذه المعاني وغيرها،
كيف يكون أثره على الدعاء. خدوا بالكم وانتبهوا، الدعاء ده فيه كم اسم من أسماء الله الحسنى؟ إيه صعب؟ كم اسم؟ لا مش ثلاثة، ها إيه؟ كم اسم؟ أستغفر، يبقى طالب المغفرة من من؟ الغفار أو الغفور، غافر الذنب، الله صح؟ الذي لا إله إلا هو الواحد، صح كده؟ الحي، هذا أربعة، القيوم، أتوب إليه، إيه؟ تقول بقى اسمين وثلاثة. إذا تخرج الكلمات ميتة أو ضعيفة إذا كانت المعرفة بهذه الأسماء ضعيفة، وتخرج الكلمات حية قوية نابضة إذا كانت المعرفة بهذه الأسماء قوية. يا أخوة شوفوا أنت من أول ما تصحى من النوم لحد ما تنام كم مرة بتذكر أسماء الله الحسنى؟ ده هيجي معانا بقى في درس الأحد إن شاء الله، اللي هو البث المباشر اللي عايز يحضره معانا بيبقى هنا الساعة 5 قبل المغرب. هيجي هنشوف كده فعلا أسماء الله الحسنى أهميتها إيه؟ لما تيجي تشوف كده في اليوم والليلة كم مرة تذكر أسماء الله؟ طب ما تبقى المعرفة بالأسماء ضعيفة، فكيف هو أثرها في حياتك؟ كيف فعلك وقولك للأدعية والأذكار والعبادات إذا كانت المعرفة بالله ضعيفة؟ إخوة تغيير جذري ومحوري في حياة الإنسان في حياة المسلم إذا ما اعتنى بمدارسة أسماء الله الحسنى، وهذا هدف ينبغي أن نعنى به، قراءة وسماع. كلما انتهيت من سلسلة في شرح أسماء الله الحسنى تنتقل لغيرها، لا منع مع علوم أخرى تدرسها، لكن هذا علم في غاية الأهمية والخطورة، هو الذي تبنى عليه سائر العلوم. القيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، لا قيام لأحد من الخلق إلا به سبحانه. أيضا من الفوائد جمع الذكر بين قول اللسان اللي هو في كلمة إيه؟ كلمة إيه؟ أستغفر، وعمل القلب فيه أتوب ما لكم الليلة. جمع هذا الذكر بين قول اللسان في قولنا أستغفر وعمل القلب في قولنا أتوب إليه، وبذا تحصل للعبد المغفرة. ليس هو مجرد استغفار لساني بل لسان وقلب. قال في عون المعبود ينبغي ألا يتلفظ بذلك إلا إذا كان صادقا، وإلا يكون بين يدي الله كاذبا منافقا. قال بعض السلف إن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. إن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه، على ماذا؟ على الذنب، كالمستهزئ برب، كإنسان مثلا في جيبه الذنب برشام أو حتة حشيش، خدت بالك، أو سجاير، وبيصلي استغفر الله وأتوب إليه. من ماذا يا أخي؟ من كل الذنوب، منها هذا. طيب هيقول خلاص والله ما أنا مستغفر يا عم الشيخ، ما تقولكش كده، هو انت تجيبها يمين يا شمال؟ احنا بنقول اترك المعصية واشغل واشغل لسانك بالاستغفار وقلبك بطلب التوبة، وليس ان يظل على المعصية ويردد بلسانه كلمة الاستغفار، هذا ليس من الادب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ان المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. الشيخ البدر حفظه الله له كلمة جميلة جدا في بيان الحكمة من يعني ذكر أو التلازم بين الاستغفار والتوبة. يقول ناقلا عن ابن القيم في مدارجه: الذنوب نوعان، ذنب قد مضى، ذنب إيه؟ قد مضى، فالاستغفار منه طلب وقاية شره. إذن أنا حينما أستغفر ذنوبي أنواع، ذنب مضى، وهناك ذنوب ستأتي لأن العبد لن يصبح إيه؟ معصوم. طيب إذن أستغفر من كليهما، من الذي مضى أطلب وقاية إيه؟ شر، بألا أعذب عليه،
ولا أصاب بسوء بسببه لا في الدنيا ولا في الإيه وفي الآخرة. من يعمل سوءا إيه يجزى به. تمام. طيب، وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على ألا يفعله. انظر للفقه، يبقى الاستغفار من الذنب الذي قد مضى طلب وقاية شره، وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على ألا يفعله. قال والرجوع إلى الله يتناول النوعين، رجوع إليه ليقيه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقيه شر ما إيه؟ يستقبل من نفسه وسيئات أعماله. هذه واحدة. قال وأيضا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤذيه أو تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود، لأن طريق المعاصي ليس هو طريق الجنة، طريق الجنة طريق التوبة والإنابة إلى الله سبحانه، فهو ماشي في طريق غلط، فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته والتي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه. فها هنا أمران لا بد منهما، مفارقة شيء والرجوع، مفارقة شيء والرجوع إلى غيره. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالإيه؟ ما شاء الله، خصت التوبة بإيه؟ لا، مية مية نوم كده، لا لا كده تمام. تاني، المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره، يوليها اللي هي مين؟ طريق الطريق. انت معانا يا استاذ ولا هتقرا الورد؟ ان يوليها ظهره ويرجع الى الطريق التي فيها نجاته والتي توصله الى مقصوده وفيها فلاحه. فها هنا امران لا بد منهما، مفارقه شيء والرجوع الى غيره، حاجه اسيبها وحاجه ايه ارجع لها. فخصت التوبه بالرجوع والاستغفار بالايه بالمفارقه، يفارق الذنب ويرجع إلى الطريق الذي فيها فلاحه والتي فيها نجاته، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك من معاني التابع بمعنى إيه؟ رجع. رجع منين؟ من المعصية لفين؟ طب كان ماشي في طريق غلط فهيعمل إيه؟ تغيير مسار بقى. تمام كده؟ يقول الشيخ البدر أما إذا أفردت التوبة بالذكر أو أفرد الاستغفار، يعني حديث أو دعاء أو آية فيها التوبة بس أو فيها لفظ الاستغفار بس، يبقى المعنى؟ قال فإن كل واحد منهما يتناول معنى الآخر، يبقى الكلمة تتناول الإيه؟ الكلمة الأخرى. وهذا الحديث دلالة على أن الاستغفار يمحو الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر، لأن الفرار من الزحف من الإيه؟ من الكبائر. ولكن أنت تلاحظ هنا أنه ضم إلى الاستغفار الإيه؟ التوبة. لذلك ذكر أهل العلم أن القائل أستغفر الله وأتوب إليه له حالتان. إيه بقى الحالتين بتوعه؟ تعالوا نشوف. الأولى أن يقول ذلك وهو مصر بقلبه على الذنب. الحالة الأولى إيه؟ أن يقول ذلك وهو مصر بقلبه على الذنب، فهذا كاذب في قوله وأتوب إليه، لأنه غير إيه؟ غير تائب. فإن التوبة لا تكون مع الإصرار من العبد على الذنب. بتوب يبقى بقى إيه؟ بترك الذنب. تمام كده؟ وإيه؟ وأعزم على ألا أفعله، وأندم على فعله. تمام؟ وإن كان حق رددته إلى أهله. هذه حقيقة التوبة. طيب إنسان باق على الذنب يبقى نقض الشرط الإيه؟ الأول اللي هو الإقلاع. طيب إنسان عازم على العودة إلى الذنب، ما زال يحتفظ بأسبابه، عنده السيديهات أو الفلاشات أو الفولدرات اللي عليها الأفلام واللي عليها المهرجانات، بس هو تاب وصلى الركعتين وقعد يدعي ويستغفر ويبكي. تمام، يبقى احنا عندنا حقيقة التوبة. قولوا معايا تاني كده، إقلاع. يبقى اللي هو ما زال مقيما على الذنب لم يحقق ايه؟ الشرط الأول. طيب إقلاع. اتنين، العزم
على ألا يفعله. تمام. طب هو عازم على أن يفعله، كإنسان خرج لفعل معصية فوجد الشرطة فرجع، قد يكون قد تاب وقد يكون على إصراره. في بقى أنا هو من يا ولاد الإيه دي وقتها، طب بس شوية كده ونرجع تاني. تمام كده، شوية كده ونرجع، يبقى ده إيه؟ إصراره. خد بالك، حتى ممكن هو كده أول ما يشوف شو استغفر الله، إيه مش صح كده؟ كلمة إيه؟ كلمة على اللسان بس، لكن ملهاش حقيقة. لأنه طب بس إيه خلاص شوية كده الدنيا تهدى ونرجع تاني، يبقى ده إيه؟ مصر أهو. طيب الندم اللي هو كشرط من شروط التوبة، تحرك مش بالكاف، تحرك يعني احتراق القلب على ما وقع العبد من الذنوب والمعاصي وما فاته من حظه من الله من الطاعات التي كان ينبغي أن يفعلها مكان الإيه؟ المعاصي، وما فات من العمر الشريف النفيس الذي لا يمكن تداركه، وما فات من الدرجات العلى في الجنة بسبب انشغاله بالمعصية، وما استحقه من العقوق. كل دي حاجات تولد في القلب الايه؟ الندم. طب هو مش نادم، تيجي تتكلم معاه كده احنا بنعمل حاجة عم الشيخ، ده احنا رضي الله عنا، انت ما شفتش ناس بتعمل معاصي، ده في ناس بتعمل وبتعمل وبتعمل، ده نادم مش نادم. يبقى لازم نفهم اما نسمع كلمة توبة تقول كلمة أتوب إلي، لازم تبقى فاهم يعني ايه أتوب، مش كلام بإيه؟ باللسان وخلاص. وصل كده يا شباب؟ حقوق بقى اللي هو الشرط الرابع، هو لسه الفلوس اللي سرقها محتفظ بيها، هو عارف أصحابها أو تليفونات ضرب عليها. تمام، بلاش ضرب ديت، في ناس بتسمع مش بتفهمش إيه ضرب عليها يعني إيه؟ ها؟ بدد يعني هو يعرف أصحابها ولا يريد إرجاعها إليه، يبقى ده كده تائب. لا، يبقى أتوب دي لما تقولها يبقى لازم تحقق الشروط بتاعتها، تحقق شروطها. عشان كده أن يقول ذلك ومصر بقلبه على الذنب فهذا كاذب في قوله وأتوب إليه، لأنه غير تائب، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار من العبد على الذنب. طيب الحالة الثانية، أن يقول ذلك وهو مقلع بقلبه وعزمه ونيته عن المعصية، يبقى هنا ظاهر وإيه وباطن، بيقول كده وهو مقلع بقلبه وعزمه ونيته عن المعصية. عامل طلبات صدقة للبنات على الصفحة بتاعته، هيعمل إيه؟ إلغاء، يعمل بلوك. تمام كده، محتفظ بحاجات على التليفون ومهرجانات وأفلام ومقاطع إباحية، هيعمل إيه؟ ديليت. هو كده، ما هو أنت بتتوب بتستغفر 100 مرة في اليوم، يبقى الاستغفار مش عايزين يبقى باللسان، عايزين إيه؟ ولا أنت يعني إيه قلبك مش مطوعك اللي أنت تسيب الحاجات دي؟ يقول لك يعني كل شوية ما هنجيبها منين الحاجات دي، لو مسحتها ممكن ما لاقيهاش تاني. ما هو في كده؟ ما هو أنت كده هتحقق توبتك ازاي؟ عشان تحقق توبتك لازم المعاني تبقى واضحة عندك، يبقى في عمل ظاهر، عمل قول لسان وقول قلب او عمل قلب، ندم وعزم على الاستقامة والثبات على الصراط وعدم العودة الى المعصية. قال وجمهور اهل العلم على جواز قول التائب اتوب الى الله، وعلى جواز، خدوا بالكم الحتة دي بقى، أن يعاهد العبد ربه على ألا يعود إلى المعصية أبدا، فإن العزم على ذلك واجب عليه، فهو مخبر بما عزم عليه في الحال، كما في قوله وأنا على عهدك وإيه بالضبط. لكن ليس كما يفعله البعض بعد صلاة الجمعة مثلا، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا ها مش حافظينها ولا ايه؟ لا نعصي الله ابدا، ويعود اللي وراي المصلين ايه؟ الدعاء حسن جيد جميل، لكن ما الدليل على توظيف هذا الدعاء عقب خطبه وصلاه الجمعه؟ لو كان خيرا لسبقونا اليه، يبقى لو ان الانسان قاله فيما بينه وبين الله، قاله مره بعد الظهر بعد لا مانع، لكن توظيفه في وقت لا يقال إلا في هذا يدخل في باب الإيه؟ البدعة. والبعض
ربما يشدد على نفسه ويضع قيودا لم يضعها الشرع، بمعنى هو يريد أن يترك الذنب فيقول يا رب لله علي، يا رب ليك علي، لو شربت سجارة تاني هصوم أسبوع، تمام، وبعد كده يعمل إيه؟ يشرب، يبقى عليه إيه؟ فرض واجب. ثم يقول يا رب لك علي لو عدت إلى السجائر مرة أخرى لأصومن شهرا، كده بقى كام؟ طب وماذا استفعل في هذه النذور؟ واجبة ستحاسب عليه. والبعض ربما يزيد، يا رب لو فعلت كذا كنت كافرا. فعلا، وفي ناس قالت لي كده، يقول انا عهدت ربنا لو انا عملت الذنب تاني ابقى كافر يا رب، وعمل الذنب تاني. طب انت ليه عملت في نفسك كده؟ ليه ما فعلت ذلك في نفسك؟ الشرع لم يأمرك بذلك، وانما سن لك وشرع لك ان تتوب وتستغفر. وما كان من العهد مثل دعاء سيد الاستغفار فلا مانع منه، لكن أن يزيد الإنسان على نفسه أمورا يشدد بها على نفسه ويجعلها كالآثار وربما لا يستطيع الوفاء بها. يقول: وقد تقدم أن من شروط التوبة العزم من العبد على عدم العودة إلى الذنب، فإن صح منه العزم على ذلك قبلت توبته، فإن عاد إلى الذنب مرة ثانية احتاج إلى توبة أخرى ليغفر له ذنبه. يبقى إذن لو يعني استوفى شروط التوبة إذن فهي توبة إيه؟ مقبولة، صحيحة، توبة نصوحة. طيب فإن عاد إلى الذنب يعيد التوبة بإيه؟ بشروطها. فإن شاء الله أيضا تكون توبة نصوحة. ما المشكلة يا إخواني في قضية التوبة والعودة؟ أن بعض الشباب وبعض الناس وكأنه يريد توبة لا ذنب بعدها، يقول لك بس خلاص ده رمضان وعبادة بقى والعشر الأواخر واعتكاف وقرآن وبكاء في ال... مش متصور أن وقع الذنب بعد رمضان، هو يظن ذلك، وبالفعل عندما يقع في أول ذنب ينتكس، مفيش فايدة بعد كل ده وبرضه رجعنا لا مش نفع، ويترك. هذا من الخلل في الفهم، لأن الشرع لم يجعل قدرا للذنوب ولا عددا ولا عدد مرات التوبة، بل طالما في الإنسان روح، طالما هو حي فيشرع له أن يجدد الإيه؟ توبة ويكثر من الاستغفار. كل بني آدم خطأ، ما قال خاطئ، خطأ كثير الخطأ. أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي أو فاغفره لي، قال الله علم عبدي أن نفس، ويتكرر ذلك، فيقول الله عز وجل ليعمل عبدي ما شاء قد غفرت لعبدي. يفهمها بعض العصاة فهما خاطئا، ألا وهو العكوف على الإيه؟ هذا ليس بصحيح، بل طالما كان كلما أذنب تاب واستغفر فالله عز وجل سيغفر له. تاب قلنا بإيه؟ قولوا لا يستوفي شروطها حتى تكون توبة مقبولة، فهذا إن شاء الله أدعى للقبول وأدعى إلى ترك الذنب والمعصية ولو كان على فترات متباعدة، يعني كان يواقع الذنب في اليوم 5 مرات، حين يجدد هذه المعاني في قلبه ويقيمها تقل مواقعة الذنب، ومرة في اليوم، ثم بعد ذلك مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرتين في السنة، مرة كل 2 سنين، هذا جيد ولا سيء؟ ها؟ في ناس مش عايزة كده، اللي هم التماميون، يعني ايه؟ الكماليون، ليش الكماليون دي بتاع أتاتورك؟ ها؟ اللي هو يريد الصورة أو الأمر أن يكون ايه؟ كاملا، أبيض أسود، لا مفيش رمادي، لا مش هتنفع. يبقى هسيب بقى المسجد وهسيب الصلاة ومقراءة القرآن وخليني مع العيال بتوع المخدرات. طب انت كده، انت كده خسرت كتير، انت كده لعل الانسان يموت على معصية. لكن اذا كان دأب الانسان كلما اذنب تاب واستغفر فهذا الى خير بإذن الله. يقول: فإن عاد إلى الذنب مرة ثانية احتاج إلى توبة أخرى ليغفر ذنبه، ولهذا فإن العبد ما دام كذلك كلما أذنب تاب وكلما أخطأ استغفر فهو حري بالمغفرة وإن تكرر الذنب والتوبة. وسبحان الله، الشيخ أيضا ذكر هذا الحديث الذي ذكرته،
اللي هو البخاري ومسلم أذنب عبد ذنبا فهذه توبة. ثم قال في آخر الحديث أي ما دمت تائبا أواها منيبا. يبقى إيه قد غفرت لعبدي يعني أو غفرت لك ما دام إيه يعني ها تائبا أواها منيبا، فهذه توبة مقبولة وإن تكرر الذنب، فإنه كلما كرر العبد التوبة مستوفيا شروطها قبلت منه. أما الاستغفار بدون توبة فلا يستلزم المغفرة. تاني العبارة دي، الاستغفار بدون توبة إيه؟ لا يستلزم المغفرة، بل هو سبب من الأسباب التي ترجى بها المغفرة. ثم قال ولا ينبغي للعبد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت وكثرت ذنوبه وتنوعت، فإن باب التوبة والمغفرة والرحمة واسع. قال ابن عباس من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله، يقصد قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحديث الأخير قال عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة، وقرأ قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أهو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ ها؟ أهو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ قال إيه لا، ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله لي. وهذا يصحح الفهم المغلوط لدى بعض الناس لهذه الآية. عندما تسمع قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ماذا تفهم منها؟ نسأل الشباب ونسأل الكبار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما معناها؟ قل ما تفهمه. ما يشربش سجاير لأن السجاير هتموته، ها زيه ولا عندك حاجة تانية؟ عدم إضاعة المال. طب نسأل حد من الكبار يعني إيه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ حد يتطوع كده ويجاوب. ها بيقول لو واحد أذنب ما يقولش مش هتوب مش نافعة. شوف الآية بتقول إيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، طب وجاب دي منين؟ حد عنده حاجة تانية؟ ترك الجهاد. طب تعالوا كده نبص، ابن كثير جاب كم حديث فيها في زي الفل. تعال كده نشوف. قال البخاري وذكر بالسند عن حذيفة وقرأ قوله تعالى وأنفقوا، ركزوا بقى، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية بدأت بإيه؟ أمر بالنفقة، وذكرت أن ترك ذلك يؤدي بالنفس إلى الإيه؟ قال نزلت في النفقة. يبقى أصل نزول الآية في النفقة في سبيل الله، ترك النفقة إلقاء بالنفس إلى الإيه؟ إلى التهلكة. وذكر حديثا عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال، ركزوا في القصة دي يا شباب، حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو. فين القسطنطينية؟ تركيا. ومين اللي كان هناك بقى اللي حمل على صف العدو؟ وانا لسه قارئ الحديث. ها حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو. منين؟ والمهاجرين دول جايين منين؟ من مكة رايحين المدينة. ايه اللي جايبهم بقى تركيا والقسطنطينية؟ لكن احنا قاعدين مبلطين حتى الدروس مش عايزين نجاهد. خدت بالك تقول للاخ شد حيلك كده في الدوره وهات الكتاب واكتب وذاكر وامتحن ان شاء الله يا عم الشيخ، ما يعملش حاجه. يعني احنا ولا جهاد بالعلم ولا جهاد بالعمل والعباده ولا جهاد دعوه، بيقول يا رب فين النصر؟ قول لي اليهود بيعملوا فينا كده يا عم، اللي يتعامل فينا ده شويه، احنا قصرنا وضيعنا وفرطنا كتير. في خير موجود بس ما يتناسبش مع الشرور والآفات والآثام الموجودة والتقصير والتفريط. محتاجين فعلا نأخذ هذا الدين بقوة. الناس اللي تستكثر انها تذاكر تلت ساعة في اليوم، طلبة علم او اخوة وشايفينها كتير، طب وبعدين؟ لكن لما تلاقيها امور دنيوية او مثلا التليفون بيقعد على الفيس كام يا ابني؟ بيقعد على الفيس قد ايه؟ ساعات. لسه واحد قايل لي ناس جم لعبوا عنده في السايبر، تخيلوا كم ساعة؟
8 ساعات والساعة بكام؟ 10 جنيه. يبقى كام كده؟ 80 جنيه. وفي ناس بتبيت، واحد قاعد من الظهر لبعد العشاء، ونماذج زي كده كتير. والناس دي ايه ده؟ قال لي ناس كبيرة وبعضهم شعره شايب، يعني مش بنتكلم على عيال صغيرة، ده عيالنا رضي الله عنه. احنا بنجري وراهم على ساعة ونص ساعة، يا ابني لسه قاعد، يا ابني يا ابني كفاء، صح كده؟ وده خير عشان في مصلحتهم، عايزين نشغلهم بحاجة نافعة مفيدة. لكن ما يبقى ناس كتير بالصورة دي وناس كبيرة، ده حتى احنا مش هنتكلمش بقى عن حاجة حرام، هو قاعد بيلعب طالما هيصلي الصلاة في وقتها، تمام؟ لكن في ناس تانية بتقعد تلعب ما بتصليش، وهو بيلعب بيشرب بقى حاجة برضه عشان يعمل ايه؟ دماغ يعرف يلعب ويجيب جوان. وعد بقى منكرات قد ايه موجودة، وناس بتحارب شرع وناس بتحارب حجاب وتقول لي النصر فين؟ النصر ايه يعني؟ ده الحمد لله احنا ربنا ما اهلكناش. ما انت لازم تبقى فاهم المعاني دي ولازم تتحرك لدينك برضه. طيب المهم، واحد من المهاجرين حمل على صف العدو حتى خرقه. يعني ايه خرقه؟ دخل في صف الكفار كده لورا زي ما كان بيعمل. مين فاكرين؟ الزبير بن العوام، كان يعني اظن في اليرموك، صح؟ دخل 3 مرات، خد بالك، يخش في صف الكفار يرجع نفسه ورا لوحده، ده الجيش خلص، يرجع تاني، خد بالك، مره 2 3. اي شجاعه واي ايمان كانت لدى هؤلاء رضي الله عنه. الله جزاهم الله خيرا، بذلوا حتى اوصلوا لنا الدين. قال: ومعنا ابو ايوب الانصاري. فقال ناس القى بيده الى التهلكه، اللي هو عمل ايه؟ اللي خرق صف العدو. فمين سمع بقى؟ ابو ايوب. قال ابو ايوب: نحن اعلم بهذه الايه، انما نزلت فينا. انتوا بتقولوا ان هو ده القى، مع ان خدت بالك بعض التصرفات اللي هي مش منضبطه بالشرع فعلا تبقى القاء بالنفس للايه؟ زي مخالفه العدد او الصفات في الجهاد. يقول لك مش مشكله نموت وخلاص، لا، لا تلقوا بايديكم ايه؟ الى التهلك. طب نكمل كده. قال: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الاسلام وظهر اجتمعنا معشر الانصار نجيه. يعني نجيه؟ نتناجى فيما بيننا، يعني حاجه ما طلعتش برانا، تمام كده. فقلنا: قد اكرمنا الله بصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الاسلام وكثر اهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد. يعني عرفت ليه بقى ربنا نصرهم؟ لأن فضلوا الإسلام على إيه؟ على الأهلين والأموال والأولاد. كان ممكن الواحد منهم يطلع يجاهد يقعد له 2 3 سنة سايب بقى أهله وعياله بيجاهد. ممكن الواحد يطلع يجاهد يرجع يلاقي واحد غريب في البيت يتعارك معاه، مين ده؟ لا انت اللي مين؟ واللي جابك هنا؟ لا ده بيتي. وفي الاخر يطلع ابنه زي مين؟ ربيعه شيخ مالك، لما رجع من الجهاد بعد سنين فداخل البيت واحد قابله بيتعارك معاه: انت ايه اللي جايبك هنا؟ ده بيتي. لا بيتي انا. طلعت امه وزوجته بتحل المشكله: ايوه ده ابني وانت زوجي، ما تتحركوش، خش. انت متخيل؟ انت متخيل جعفر بن ابي طالب لما اوذي في مكه امر بالهجره لفين؟ الحبشه. رجعوا امتى؟ ها خيبر سنه كام؟ 7، تمام كده. وبعديها كان طالع في غزوه ايه؟ مؤته سنه كام؟ 8 وقتل. يعني الراجل عاش ازاي؟ ها مكه اهي بلدي وارضي، خد بالك، ومراتع الصبا والطفوله بقى والعيال واصحاب، سيب هاجر روح الحبشه. والحبشه واحد قاعد في ارض غريبه، بعد ما يجي من الحبشه نروح بقى المدينه ودوله الاسلام وانتشار الاسلام، سنه واحده وكان متقطع في غزوه نقط. الناس دي كانت عايشه ليه؟ لا بجد معاني لازم تبقى مترسخه في في في, في قلوبنا. فبيقول احنا اثرناه على الاهلين والاموال والاولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها. يعني خلاص كده الأمر استتب والإسلام انتشر بقى، نعمل إيه؟ تخيلوا قالوا نعمل إيه؟ نرجع بقى للمخدرات والحشيش خلاص. قالوا إيه؟ فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيها. يعني كنا سيبنا بقى إيه؟ اللي عنده حتة أرض بيزرعها طالع يجاهد بارت، اللي عنده تجارة
كسدت لعنده أولاد مش فضلهم، فهم بيقولوا خلاص كبر الإسلام انتشر أهو الأمر استتاب، نرجع بقى لإيه يا عباد الله الكلام ده إيه رأيكم؟ نرجع لإيه اللي احنا فيه بقى؟ هم هيرجعوا للي احنا فيه ليل ونهار صح؟ قال فكانت التهلكة، تخيلوا في إيه؟ أو فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما هم اتكلموا بس كده هنرجع لأموالنا ونقيم فيهم، الآية نزلت وراح قايل إيه؟ فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. صح؟ اللي احنا فيها. تقول لي مفيش عم الشيخ جهاد، مين اللي قال لك كده؟ هو الجهاد كم صنف؟ صنفين، واحد بيقول كتير واحد بيقول صنفين، خليه بقى ايه يعد 13 صنف. احنا قمنا بكام واحد منهم؟ احنا مش عارفينهم اصلا. هترجع لزاد المعاد هتلاقي ابن القيم ذكر وقلتها انا قبل كده في الطريق والترهيب، منها جهاد النفس على تعلم العلم الشرعي، جهاد النفس على العمل بالعلم، جهاد النفس على الدعوة إلى العلم. دي مراتب ولا لا؟ احنا اخبرنا فيها ايه؟ انا باجي الدرس بطولي، جبت معاك حد؟ جاب كم واحد معاك؟ اخوه. وانت جايب اخوه، جايبين بعض. تمام كده؟ شوف اخبرنا ايه في الاوراد وفي العبادة، وشوف اخبرنا ايه في الحركة للدين. فعايزك تحفظ الجملة دي، كانت التهلكة الاقامة في الاقامة في الاهل والمال وترك الجهاد. وجاب احاديث تانية وامثلة تانية. يبقى خلاصة الكلام على الآية التهلكة في ترك النفقة في سبيل الله، التهلكة في ترك الجهاد في سبيل الله، التهلكة يعني بالنظر لعموم معنى الكلمة اقتراف الذنوب والمعاصي لأنها تهلك الإنسان في الدنيا والآخرة، العمل بمعصية الله. لذلك قال له رجل يا أبا عمارة، قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل، وهذا مبني على غلبت الظن على حصول الظفر، ودي قيد، ده قيد مهم، او احداث نكايه في العدو وليس مجرد القتل. تمام؟ هذا مبني على غلبت الظن على حصول الظفر. يعني الظفر النصر، الاسر النصر، او احداث نكايه في العدو، هو يشجع من معه ما يلاقوه يقبل هكذا فيتشجعوا للقتال، اما ان غلب على ظنه انه يقتل فلا يفعل ذلك. قال لما قال له ذلك قال لا، ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله لي. يبقى هذه تهلكة وهذا صحيح لغيره. موقوفا صحيح لغيره موقوفا. وهذا الحديث يدل على أن الإصرار على الذنب وترك التوبة منه من الإيه؟ ها؟ من التهلكة. الإصرار على الذنب وترك التوبة منه من التهلكة. كنت عايز النهاردة ألخص لكم شوية فوائد من كتاب جميل في غاية الروعة، لكن الوقت طول فخليها المرة اللي جاية. هنتناول مع بعض إن شاء الله ملخص كتاب فقه الاستغفار لشيخنا الحبيب الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، وأتى فيه بفوائد نفيسة بديعة إن شاء الله نستفيد منها جميعا. لو استطعت إحضار الكتاب فهو خير، إن لم تستطع فأحضر ورقة وقلما لنلخص بعض الفوائد المفيدة المهمة من هذا الكتاب الطيب. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.